عفوا مراسلنا في غات أمجد مرتضى ليحدثنا عن آخر المستجدات في المدينة. مرحبا بك أمجد، إذا كنت في الاستماع. السلام عليكم، مساء الخير. طبعا آخر أستمع إليك بوضوح. آخر المستجدات في مدينة غات، هذه الأيام إن شاء الله تباشر في بناء مجلسها البلدي، اللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدي في مدينة غات باشرت في فتح أبواب الناخبين والمترشحين، والآن تجري العملية الانتخابية بصورتها الصحيحة، والتي نتمنى لها التوفيق. أيضا على الصعيد الخدمي في مدينة غات، هذه الفترة تعاني أو يعاني المواطن من قفل المصارف بسبب وباء كورونا الذي يجتاح العالم ويجتاح الجنوب الليبي أيضا بصفة خاصة. المعاملات، يعاني المواطن من المعاملات البنكية وأيضا طريقة صرفه لمعاشه أو بطريق الإيداع أو بطريق بطاقة التداول. نتمنى هذه الظروف أن هي تنجلي في القريب العاجل. أيضا على الصعيد الصحي في مدينة غات، المنظمة العالمية التي طبعا أرسلت مجموعة من الأطباء للمركز الصحي البركت، والذي طبعا حل أزمة كبيرة صحية للمواطن في مدينة غات، أنهت بالأمس عقود، انتهت عقود الأطباء العاملين في المنظمة، وحتكون إن شاء الله هذه مشكلة كبيرة على أهالي مدينة غات. السفر هذه الأيام إلى مدينة سبها يكون خطر جدا، باعتبار أننا نعرف أن سبها هي تعاني من انتشار وباء كورونا. نتمنى من وزارة الصحة في الحكومة الليبية أن هي تحاول في أن تعمل عقود لأطباء. نعم، طيب مراسلنا في غات أمجد مرتضى، شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة.